السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة على البداية بتاعت الريجستر سيستم أو الهيستوري بتاعت الريجستر سيستم. المحاضرة بعنوان Secretory and Motor Function of the System. Secretory and Motor Function of the System. الأوبجيكتيف مفيش أوبجيكتيف صريح، يعني مفيش أوبجيكتيف، لكن هي موجودة في بعض الأحيان، يعني موجودة في بعض الأجزاء كده اندايركت. فالأهم بالنسبة لي في المحاضرة الموتور فانكشن اوف ذا سيستم بالإضافة للام سي كيو. موتور فانكشن اوف ذا مين اوف ذا سيستم. لو اتكلمنا على الفسيولوجي بتاعت الدايجستيف سيستم بنقول هو فايتال ولا نوت فايتال، يعني اسينشال فور لايف ولا لا؟ سؤال ان الدايجستيف سيستم اسينشال فور لايف، مهم للحياة ولا نوت اسينشال؟ او سؤال تاني، ما هي الكومبوننت بتاعت الدايجستيف سيستم عشان تبان الدنيا؟ الدايجستيف سيستم مكوناته ايه يا شباب؟ حاجتين، حاجه اسمها التراكت ودايجستيف جلاند. التراكت اللي هي الايه؟ الجاسترو انتستاينال تراكت، بتبدا من البقل كافيتي وتنتهي بالانال كانال والين اصلا. طب وبعد ذلك في حاجه اسمها دايجستيف جلاند، عندي كام دايجستيف جلاند؟ الثري امبورتنت دايجستيف جلاند. اول واحده فين؟ السليفري جلاند اسينشال فور ستارتنج ستارش دايجيشن او الكربوهيدرات دايجيشن. سكند جلاند الليفر، مش كده؟ سكند جلاند اللي هي الليفر. الليفر اسينشال فور لايف ولا لا؟ اسينشال فور لايف. فاللي انا عاوز اوصله ايه؟ ان الدايجستيف تراكت ككنال مش اسينشال فور لايف، ككنال مش essential for life، لكن في بعض الايه الدايجستيف جلاند زي الليفر مين والبنكرياس. الله ينور عليك. يبقى الليفر والبنكرياس essential for life. طب وهو الليفر essential for life علشان الدايجيشن؟ لا، عشان الدايجيشن، عشان حاجات اخرى. البنكرياس essential for life علشان الدايجيشن؟ لا، علشان حاجات اخرى. امال ايه هي المين فانكشن بتاعت الدايجستيف سيستم؟ الوظيفة الأساسية للدايجستيف سيستم ايه يا شباب؟ ها؟ ايه الوظيفة الأساسية؟ The main function of digestive system is to supply، بس إمداد. Supply the body with the water, nutritional substance، electrolytes. يبقى دي الوظيفة الأولى والأخيرة للدايجستيف سيستم. وظيفته الأولى والأخيرة إمداد الجسم بالووتر، ها؟ ومين؟ والنيوتريشنال سبستانس كربوهيدرات وفات وبروتين ومينرالز وفيتامينز والالكترولايت. ومن ثم لو قدرت تقوم بالوظيفه دي تستغني تماما عن الدايجستيف سيستم. يعني في ناس بتخش في كوما غيبوبه بتفضل بالاشهر، شهر واثنين وثلاثه وسنين في غيبوبه. قال لا، طب وعايشين ازاي يا عبد الله؟ عامل لهم ايه؟ سبلاي. يعني ايه عامل لهم سبلاي؟ هات لهم محاليل. المحاليل فيها ووتر ونيوتريشنال سابستانس ومينرال والكترولايت كل ده. يبقى من اللي انا عاوز اوصله ايه؟ ان الدايجستيف جلاند او الدايجستيف سيستم نوت اسينشال فور لايف. ليه؟ لان وظيفته هو امداد الجسم بمين؟ بالميه والاكل والمواد الغذائيه والاملاح. لو انت قدرت تديها لي من بره خلاص. اما هو بيعمل ايه بقى؟ هو بيعمل لي حاجه اسمها مين؟ ها؟ ريباريشن، عمليه اعداد. ياخدها ويعمل مجموعه من الاكتيفيتيز فيسيولوجيكال اكتيفيتي ينتهي بعمليه مين؟ السبلاي. يبقى دي انتروداكشن كده. بنقول الدايجست سيستم كونسيست اوف دايجستيف كانال اللي هي الجت، تبدا من البقل كافيتي الفارنكس اسوفيجاس ستومك سمول اند لارج مين اند لارج انتستين. لو انا سالت هنا سؤال من الموست امبورتنت بارت في دايجستيف كانال، هل هي السمول انتستين ولا ستومك ولا الاسوفيجاس؟ هي موست امبورتنت از ذا سمول اند نوت ذا لارج انتستين. ليه السمول انتستين هي موست امبورتنت بارت؟ لانها السايت فور فاينل دايجيشن اند ابزوربشن. فاينل دايجيشن اند مين؟ اند ابزوربشن، النهائي خلاص. طب الاستومك مهمه ولا مش مهمه؟ الاستومك مهمه ولا مش مهمه؟ ولا لها اي لازمه؟ ريجاردنج مين؟ ريجاردنج الدايجيشن. امال ايه خطوره المعده في الجهاز الهضمي؟ ها؟ البي 12. الله ينور عليك. انترنسك فاكتورز هي بتهلب الابزوربشن اوف بي 12. طب لو انا ما عنديش استومك قد البي 12 من بره مفيش مشكله، لكن هي كاورجن اوف دايجيشن نو رولز.
هي بتستارت الدايجيشن اوف مين؟ كربوهيدرات ولا ليبيد؟ البروتين. بتبدا الدايجيشن بتاعه البروتين. والكومبليت دايجيشن اوف بروتين ريكواير مين يا شباب؟ ريكواير البنكرياس وريكواير الانتستينال انزيمز. انتستينال مين؟ انزيمز. يبقى اللي انا فهمته الموست امبورتنت بارت في الكنال كلها هو عباره عن السمول انتستين. طب واللارج انتستين ايه فايدتها؟ ولا حاجه. تعمل سام ابزوربشن موديفيكيشن ستورج اكسكريشن. سام ابزوربشن لبعض الميه، بعض الامينو اسيد، بعض الجلوكوز، فيري ليتل، لكن مش هي الاساس في الابزوربشن. هي شغلتها الاساسيه ستورج اند اكسكريشن. يبقى انا ريجاردنج الدايجستيف مين كانال، الفارنكس ها والبقل كافيتي الاسوفيجاس، كل دولت ولا فارقين معنا في حاجه في الدايجستيف. نروح بعد كده الدايجستيف جلاند، قلت السليفري جلاند عشان الكربوهيدرات، البنكرياس علشان الثلاث حاجات، والليفر علشان الليبيد دايجيشن او الفات دايجيشن. مين الموست امبورتنت في الثلاثه؟ السليفري ولا الليفر ولا البنكرياس؟ اهو البنكرياس معاه الثلاث حاجات، ومن ثم يحصل حاجه اسمها مال ابزوربشن. مال ابزوربشن سندروم يعني ايه؟ مفيش امتصاص. هو مفيش امتصاص ليه؟ لان مفيش دايجيشن. يبقى اي مشاكل في البنكرياس هتعمل مال دايجيشن. ما عنديش هضم، وما عندكش هضم يبقى ما عندكش ايه؟ ما عندكش امتصاص. يبقى مشكله البنكرياس لما بيحصل بنكرياتيك انسفشنسي او بنكرياتيتس او اي مشكله من هذا القبيل يؤدي الى حاجه خطيره جدا في الجهاز الهضمي اسمها مال دايجيشن اند مال ابزوربشن. ليه؟ لانه معاه التوكيل بتاع الثلاث مواد الغذائيه الاساسيه اللي هي مين؟ ها؟ الكربوهيدرات والفات والبروتين. طب علشان نوصل للمين فانكشن انت هتعمل ايه؟ يعني انت قلت لنا من شويه يا حاج اديب ان المين فانكشن عباره عن مين؟ ها؟ سبلاي. امداد الجسم بمين؟ بالووتر، ها؟ نيوتريشنال سبستنس، فيتامين، مينرال اند الكترولايت. طب انت عشان تعمل الكلام ده هتقوم بكم خطوه؟ ايه الخطوات؟ ايه الفسيولوجيكال اكتيفيتي او الفسيولوجيكال بروسيس اللي من خلالها هتقدر تعمل عمليه الامداد ديت؟ مين يقول لي هعمل ايه؟ ها؟ اول حاجه هفكر فيها ايه يا شباب؟ شيخ حاتم، اول حاجه هعمل سيكريشن. يبقى افرز، هتفرز ايه؟ ها؟ هتفرز انزيم، دايجستيف انزيم. طب وبعد السكريشن هتعمل ايه؟ عاوز تعمل ميكس ما بين مين ومين؟ ما بين السكريشن ها والاكل والفود، يبقى لازم تعمل موتور فانكشنز موتيليتي. طب وبعد الموتيليتي يحصل مين؟ ها؟ ابزوربشن، امتصاص. يعني ايه امتصاص؟ يعني نقل المواد الغذائيه من الجسم من اليومن بتاعت الانتستين للبلد او الليمف. ده الامتصاص، يعني تنقلها من جوه اليومن لغايه البلد او مين او الليمف. طب وما تبقى هتعمل في ايه؟ ها؟ اكسكريشن. يبقى ديس ار ذا مين بروسيس. اول حاجه ها سكريتري بالترتيب موتور، وبعدين تعمل دايجيشن، هتعمل امتصاص، والباقي هتعمل مين؟ اكسكريتري. مين هتعمل اكسكريتري فانكشن. يبقى ديس ار ها جنرال اوفر فيو، يعني ده حاجه عامه كده بالنسبه للدايجستيف سيستم. يبقى من العيب مكان لما تتسال مين اهم جزء في وظيفه الجهاز الهضمي في القناه الهضميه وتقول المعده. ما ينفعش، مش بالحجم يا حاجه حاجه، المعده ملهاش اي رول. هي بتبدا هضم البروتين، لكن الكومبليت دايجيشن والابزوربشن يعتمد على البنكرياس والانتست. مين الموست امبورتنت بارت؟ هو الانتستين. سمول ولا لارج؟ سمول انتستين. ليه؟ علشان هي السايت فور فاينل دايجيشن اند مين؟ ابزوربشن. نو ابزوربشن وذاوت دايجيشن. ايه الفانكشن بتاعت السمول انتستين؟ مين يقدر يقول لنا الفانكشن بتاعت السمول انتستين؟ ايه الوظيفه؟ الله ينور. هي نفس الحاجات. فاول حاجه هتعمل مين؟ هتعمل سكريتوري فانكشنز. سكريشن، سكريشن فور وات؟ هنا هتعمل سكريشن في حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه دايجستيف انزايم، هنسميها اكسوكراين سكريشن. اكسوكراين يعني ايه؟ يعني مالهاش علاقه بالاندوكراين، يعني بتطلع منها مش للبلط، لليومن. اكسوكراين سكريشن هتفرز ايه؟ ايه المحتوى اللي هتلاقيه جوه السكريتوري برودكت بتاعت السمول انتستين؟ هتلاقي فيها ايه؟ اول حاجه هتلاقي انزيمز، يبقى اسمها دايجستيف انزيم. هتلاقي كمان حاجه مهمه جدا فايتال في الامعاء كلها، الميوكس سكريشن. ميوكس سكريشن ليه؟ ايه فايده الميوكس؟ هيعمل لوبريكيشن، هيعمل بروتكشن. يبقى بيعمل عمليه بروتكشن حمايه، وعمليه
lubrication. وماذا بعد؟ يبقى انت عندك في الدايجستيف انزايم وعندك ميوكس سكريشن وعندك حاجه مهمه كمان. مين يقولها؟ مين يقول؟ انا بتكلم على الاكسوكرايت، ما زلت بتكلم على الاكسوكرايت. حاجه مهمه جدا اسمها بايكربونات سكريشن. يبقى مهم جدا ان السمول انتستين تطلع لك بايكربونات سكريشن. ليه؟ عشان الاسيديتي بتاعت الاستومك. انت ناسي ان الاستومك فيها مواد حارقه، ناسي ان البي اتش بتاعت الاستومك ممكن تصل لواحد، البي اتش واحد يعني فيري هايلي اسيديك، عشان تعمل كيلنج للاورجانيزم، كيلنج البكتيريا، تعمل اسيديفيكيشن، يبقى الاستومك فيري هايلي مين؟ ها؟ اسيديك. ومن ثم كل الجي اي تي سكريشن ار الكلاين ما عدا المعده. فتلاقي المعده هايلي اسيديك واحد، السليفري الكلاين، الانتستين الكلاين، البنكرياس الكلاين، الجول بلادر الكلاين. يبقى كله بيحاول يعمل نيوتراليزيشن للجاستريك اسيديك. نيوتراليزيشن لمين؟ للجاستريك اسيديك. ومن ثم لو واحد دخل في كرونيك دايريا، يعني ايه يا صالح كرونيك دايريا؟ يعني عنده اسهال فتره كبيره اكثر من 3 4 اسابيع شهر، عنده اسهال، هيحصل له ايه في البي اتش بتاعته؟ ها؟ هيحصل اسيدوز ولا الكالوزيس؟ هيحصل اسيدوزيس، هيخش في حاجه خطيره اسمها ميتابوليك اسيدوزيس. ليه هي ميتابوليك؟ لان هي جايه من الميتابوليزم، انك فقدت بايكربونات، انت فقدت البايكربونات بتاعت الامعاء، بتاعت البنكرياس وبتاعت الكول بلادر. يبقى البايكربونات فقدت في الشارع، فيقوم جسمك يخش في مين؟ في اسيدوزيس، وهذا الاسيدوزيس ناتج منين يا خالد؟ من الميتابوليزم. فقدت البايكربونات فنسميها ميتابوليك اسيدوز. طول ما انت بعيد عن الريسبيراتوري سيستم قول ميتابوليك وما تخافش. طول ما انت بعيد عن الريسبيراتوري سيستم قول ميتابوليك وما تخافش. يبقى فيري فايتال ها مين؟ نولج. لو واحد عنده كرونيك دايريا تتوقع يجي له ايه؟ ها؟ هيجي له مين يا شباب؟ ميتابوليك اسيدوز. طب لو واحد عنده اكيوت فوميتنج، فوميتنج حاد سريع، هيخش في ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ ستيل ميتابوليك. ميتابوليك اسيدوز ولا الكالوزيس؟ ها؟ ميتابوليك الكالوزيس. لانه فقد مين؟ ال اتش سي ال. فلما فقد الهيدروجين دخل في مين؟ ها؟ في اسيدوز. طب سؤال لذوي الالبان، لو واحد عنده كورونيك فوميتنج يعني او بيرزيستنت فوميتنج بيرجع باستمرار باستمرار باستمرار، اخبار البي اتش ايه؟ هيبقى عنده مين؟ ميتابوليك ميتابوليك اسيدوزيس. ليه؟ لان انت قايل لي من شويه ان المين سكريشن بتاعه الامعاء كلها بايكربونات، فلما يبقى عنده بريزيستنت فوميتنج بيطلع الشويه الاولانيه بتوع اتش اس ال. طب وبعد كده هيجيب من ايه؟ هيجيب من السنه كونتنت، هيجيب من الانتستين، والانتستين كلها غنيه بمين؟ بالبايكربونات. انت اتكلمت معانا في الكلام ده، لان عارف الكلام ده صعب. انا عارف الكلام ده، الكلام بتاع الدايجيشن سهل بالنسبه لك هتعرفه، لكن انا يلزمني تبقى انت اورينتد بالديفيكالت بوينت. تبقى فاهم يعني ايه ميتابوليك اسيدوزيس، يعني ايه ميتابوليك اسيدوزيس. فاحنا قلنا اول حاجه سكريتوري فانكشنز، وقلنا في اكسوكراين سكريشن غني بكام حاجه يا شيخ حاتم؟ ثلاث حاجات اللي مركز معايا، ها؟ دايجستيف انزايم وميوكس وبايكربونات، وكنا بنتكلم على البايكربونات. في حاجه ثانيه مهمه اسمها اندوكراين سكريشن. اندوكراين سكريشن يعني ايه؟ يعني الجي اي تي بتعتبر نفسها دوله جوه الدوله، سيستم جوه السيستم، فبتحتسب نفسها هيئه مستقله جوه جسمك كله. ومن ثم لها اندوكراين سيستم لوحده، ولها نيرفس سيستم لوحده. اللي هم مين بقى؟ الانتريك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المعوي، اسمه انتريك نيرفس سيستم، جهاز عصبي عدد النيورون اللي فيه يساوي السباينال كورد كله. عدد النيورون اللي فيه يساوي عدد النيورون اللي موجوده في السباينال كورد، يعني فيري فيري امبورتنت. ماله؟ معاه مين؟ ها؟ معاه الافكت الكامل والنهائي او الشامل لكل حاجه في الامعاء، من سكريتوري فانكشنز وبلاد سبلاي واندوكراينال فانكشنز وموتور فانكشنز. يبقى انت حطيت سيستم كامل اسمه انتريك نيرفس سيستم، عشان يعمل نيرفس ريجيوليشن للجي اي تي بالاضافه للسمباثيتك والباراسمباثيتك. هتحط لها سيستم كمان يا عبد الله اسمه ايه؟ ها؟ اندوكراينال سيستم اوف ذا جي اي تي، حاجه اسمها جي اي تي هرمونز. جبت مجموعه من الهرمونات
وهتحطها فين؟ في الامعاء، تشتغل على الامعاء. اشهرهم مين؟ الجاسترين راح للاستومك. مين كمان؟ سكريتين بتاع مين؟ بتاع البيكربونات سكريشن من البنكرياس. الكوليسيستوكاينين بتاع مين؟ الكوليسيستوكاينين ده بتاع الجول بلاتر والبنكرياس، اسمه بنكريوزايمين كوليسيستوكاينين، يعني بيعمل استيميليشن للانزيمز بتاعت مين؟ بتاعت البنكرياس، وسكريشن للبيكربونات سكريشن من الجول بلاتر. يبقى سيستم كامل. يبقى هنا في سيكريتوري فانكشن، في دايجستيف، وفي ابزوربتيف، وفي الموتور فانكشن. السيكريتوري زي ما انا قلت في اكسوكراين سيكريشن ريتش ان انزايم بايكربونيت وميوكاس اسينشال فور دايجيشن روتيشن لوبريكيشن اند موفمنت. الاندوكراين اللي انا قلت الجي اي تي هرمونز اسينشال فور كنترولينج اول اكتيفيتيز اوف ذا جي اي تي، عشان يتحكم في كل انشطه الجي اي تي. هي انشطه الجي اي تي عباره عن مين يا شباب؟ حاجتين مهمين جدا. مين ومين؟ السيكريشن والدايجيشن او الابزوربشن. بعد كده الدايجستيف سيستم او دايجستيف فانكشن تعمل دول ذيس از فاينل سايت فور دايجيشن، تعمل كومبليت دايجيشن اند ابزوربشن، كومبليت دايجيشن اند ابزوربشن. في حاجه اسمها الابزوربشن فانكشن، تعمل ابزوربشن، وعرفنا الابزوربشن يعني ايه. واخيرا الموتور، مين الموتور فانكشن؟ هيلب دايجيشن، هيلب الابزوربشن، والمتبقي هيحصل له ستورج واكسكريشن. يبقى ذيس ار ذا فانكشن اوف ذا سمول انتستين. العنوان كان بيقول ايه يا صالح؟ كان بيقول سكريتوري اند موتور فانكشن اوف ذا انتستين. احنا بدانا نتكلم على الجنرال فانكشن اوف ذا سمول انتستين، نروح للسكريتوري فانكشنز او الاكسوكراين فانكشن. اللي عندنا الاكسوكراين فانكشنز عاوزين الاسم بتاعها ايه؟ بيسموها ساكتس انتريكس، اسم السكريشن بتاعت السمول انتستين او السوليوشن بول في جاستريك سكريشن. هنا بنسميه انتستينال سكريشن او ساكتس مين؟ انتريكس. الريت بتاعه كام؟ يعني حجم السكريشن بتاع الانتستين كام؟ 2 لتر. حوالي مين؟ 2 لتر. البي اتش بتاعته اخبارها ايه؟ ايه المكونات وايه الفانكشن؟ كومبوننت او كومبوزيشن اند فانكشن. فبنقول النيم اسمه ساكتس انتريكس. ها؟ الريت بتاعنا كام؟ 2 لتر. هو السليفري كام؟ واحد من واحد لواحد ونص لتر زي اليوريك، او واحد من 2.10 لواحد ونص. الجاستريك كام؟ واحد ونص لتر. الجاستريك واحد ونص لتر. البنكرياتيك كام؟ 2 ل 2.5. يعني البنكرياتيك سكريشن قد السكريشن كميه ضخمه، كميه ضخمه. الاستومك على الهيلمان والحجم اللي فيها يمكن تكون نازله في رجل حاتم من تحت. كان يا شيخ حاتم واحد ونص، واحد ونص مش حاجه يعني. لان الرول بتاعها في الدايجيشن از مينيمال، الرول بتاعها في الدايجيشن از مينيمال. يبقى البي اتش قلنا البي اتش بتكون الكلاين، يعني اكتر من 7.4، ممكن تكون 8. الهدف من الالكالينيتي دايما هو نيوتراليزيشن اوف مين؟ اوف الجاستريك اسيديتي. مما تتكون الكومبوزيشن اند مين؟ اند فانكشن. هو نفس الثلاث حاجات، عندها ايونز، اهم ايون موجود بالنسبه لي مين؟ حارس هو البايكربونات، عشان يعمل نيوتراليزيشن للاسيديتي بتاعت الاستومك. فيري هاي اسيديتي اوف ذا ستومك نيد تو بي نيوتراليز. هتعملها نيوتراليزيشن منين؟ من السليفري سكريشن، بنكرياتيك سكريشن، البايل سكريشن، واخيرا انتستاينال مين؟ انتستاينال سكريشن. يبقى مكوناتي اول حاجه الايونز، الموست امبورتنت ايون مين؟ ها؟ حد لاحظ هنا حاجه؟ بايكربونات ومعاها مين؟ معاها الصوديوم ومعاها الايه؟ البوتاسيوم. ولذلك برضه من التأثيرات الخطيرة جدا على الكرونيك دارية الإسهال المزمن. تخاف يا حازم إن هو دخل في مين؟ ميتابوليك مين؟ أسيدوز. وممكن يخش في مين؟ هايبوتنشن، عشان الصوديوم، عشان الكلوتين. أكيد هيخش في هايبوتنشن، لكن الأخطر إن هو يخش في مين؟ هايبر ولا هايبوكاليميا؟ هايبوكاليميا. هيخش في هايبوكاليميا. ودي حاجة خطيرة جدا جدا جدا. الهايبوكاليميا يا عبد الله ما بتهزرش. سواء هايبر او هايبو هتعمل كاردياك اريزمس. يبقى من الحاجات الخطيره جدا ان يبقى عندك طفل صغير بتاع شهرين، 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، وعنده اسهال مزمن، ودخل في ميتابوليك اسيدوزس، ودخل في هايبوكاليميا، وانت مش موجود، هيموت. يبقى لازم ياخد حاجه اسمها مين؟ الاورال ريبليسمنت ثيرابي، العلاج او المحلول معالجه الجفاف، او انت ربينا السوليوشن حل المشكله دي. ده عنده ميتابوليك اسيدوزس وعنده مين؟ هايبوكاليميا. يبقى لازم تخاف جدا من الكرونيك مين؟ من الكرونيك داري.
ايه كمان موجود؟ في الميوكاس وفي الانزيم. الانزيم ممكن تكون جوه الخليه انترا سيلولار انزيم، وممكن تكون ها فين؟ براش بوردر، موجوده في البراش بوردر. وتنزل فين؟ يعني عاوز اوصل المعلومه، لو دي الانتستاينال سيل اللي انا راسمها المربع ده الانتستاينال سيل، ممكن تلاقي فيه هنا مين؟ الانزيم، فنسميه انترا سيلولار انزيم، يعني جوه الخليه. وفي بعض الخلايا بتبقى موجوده في البراش بوردر ويحصل لها سلافين، يعني بتنزل في الهيومن، فهو مش جوه الايه؟ مش جوه الهيومن، اصبح انتر، مش جوه الخليه، اصبح انترا الهيومنال. تاني ركز معايا كده، ده السيل بتاعت الجي اي تي، ممكن تلاقي الانزيم جوه، هسميه انترا سيلولار. وفي حاجه اسمها البراش بوردر، البراش بوردر دي فيها خلايا، الخلايا بتموت ويحصل لها سلافين، يعني ايه سلافين؟ بتقشر وتنزل، هتنزل تروح فين؟ في اليومن، يوم الانزيم اللي جواها هيطلع جوه اليومن، فنسميها انترا اليومنال دايجيشن، انترا اليومنال مين؟ دايجيشن. يبقى في اكسترا سيلولار انزيم وفي انترا سيلولار مين؟ انزيم. الانترا سيلولار اللي هي موجوده جوه مين؟ جوه البراش بوردر او المحسن الاصلي. بالمناسبه الجي اي تي ابيثيليوم من الهايلي ريجنريتد ابيثيليوم، بيغير نفسه كل قد ايه يا شباب؟ كل خمس ايام. This is vital information. Vital mean information. الناس اللي بتاخد مين؟ الاير، ايه اللي بيحصل لما بياخد اير ثيرابي؟ بتلاقي فيه بلاك بيجمنتيشن في الستول، بدا يحصل سلافنج للابيثيليوم، بينزل بسرعه الابيثيليوم بتاعه. يبقى الكومبوزيشن قلنا الايونز، قلنا الميوكاس، قلنا الانزيم، ممكن تكون اكسترا سيلولار بره الخلايا خالص، ها ده انتروكاينيز والانسان اميليز، وممكن تكون في البراش بوردر انزيم. ولذلك هيبقى الدايجيشن عندنا لما نيجي نتكلم عليه المره القادمه هنقول ها اليومينال دايجيشن وسيلولار مين؟ وسيلولار دايجيشن او براش بوردر دايجيشن. ريجوليشن، مين يقدر يقول لنا ريجوليشن اوف سكس ها انتريكاس سكريشن؟ عاوزين ننظمها، ننظمه ازاي يا شباب؟ على طول القاعده بتاعتنا في نيرفس ريجوليشن وفي مين؟ هرمونال ريجوليشن. النيرفس ريجوليشن هنا بكام حاجه؟ هنا ثلاث حاجات بقى مش كده؟ يا سمباثيك يا بارا سمباثيك يا لوكال او انتريك نيرفس سيستم. الانتريك نيرفس سيستم ممكن يعمل حاجه اسمها لوكال انتريك ريفلكس. يعني ايه لوكال انتريك ريفلكس؟ يعني زي ان ده حته من الامعاء اهي، ده جزء من الامعاء، ده الجدار بتاع الامعاء اللي انا خبرته الجدار، وهنا الاكل مش كده؟ ايه اللي يحصل؟ عاوزين نعمل حاجه اسمها لوكال انتريك ريفلكس. يعني ايه لوكال انتريك ريفلكس؟ يعني ريفلكس موضعي داخل جدار الامعاء. اي ريفلكس له كام كومبوننت يا شباب؟ له ريسبتورز وافرين وسنتر وافرين وافكتور وريسبونس وسيجنفكنس. انا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه والستيمولاس الجدار. ده اسمه اللوكال انتريك ريفلكس. مين يقدر يقول لي مكونات اللوكال انتريك ريفلكس؟ الاستيمولس بتاعي في الامعاء مين؟ الفود. هيعمل لي استيميليشن ازاي؟ في حاجه من الاثنين، يا ستريتش يا كيميكال استيميليشن. يبقى الاستيمولس هو الكيميكال اند ميكانيكال افكت اوف فود. الكيميكال يعني البروتين او الكربوهيدرات او الفات، كيميكال اند ميكانيكال افكت اوف فود. طب والريسبتورز؟ مين الريسبتور اللي في الامعاء؟ نفسهم، يا كيمو ريسبتورز يا ميكانو ريسبتورز. ريسبتور تستجيب للميكانيكال ستريتش نسميها مين؟ ميكانو ريسبتور، او كيميكال نيتشر اوف فود هسميها كيمو ريسبتور. يبقى الاستيمولس ها مين؟ كيميكال اند ايه؟ ميكانيكال افكت اوف فود. ريسبتور كيمو اند ميكانو ريسبتورز. الافرنت بتاعي مين؟ شوف هنا الافرنت بتاعك هنا الريسبتور اهي، سواء كيمو او ميكانو، ده الميكانو وده الكيمو. الافرنت بتاعك هنا يخش للسنتر هنا، والسنتر بتاعك هيطلع بافرنت، والافرنت هيروح لمين؟ للافكتورز اللي هي السموث ماسل. السموث ماسل ايه اللي حصل؟ الاستيمولس كيمو وميكانيكال افكت اوف فود، الريسبتور كيمو وميكانو ريسبتورز. الافرنت بتاعك والسنتر والافرنت موجود في حاجه اسمها مين؟ الانتريك نيرفس سيستم. يبقى الافرنت والسنتر والافرنت موجود فين؟ ها دوت موجود فين؟ في الانتريك نيرفس سيستم. الافرنت هيروح لمين؟
للسموث ماسلز. السموث ماسلز او الانتوكراين جلاند او السكريتوري سيلز، هما دول الثلاث حاجات. الافكتور الثلاثه اللي موجود في الامعاء عباره عن سموث ماسل عشان تعمل موتور افكت، عباره عن انتوكراين جلاند عشان تعمل سكريشن، واخيرا عندي سكريتوري مين؟ سكريتوري ايبيثيليوم عشان يعمل دايجستيف سكريشن. دول اسمهم مين؟ ها؟ الموتور او الافكتور المنفذ. موتور واندوكراين ودايجستيف فانكشن. طب وصلنا هنا لمين؟ للثلاث حاجات دول. محتاج تعمل مين بقى؟ الريسبونس بتاعتك. ايه الريسبونس؟ ما هي من الثلاث حاجات، يا تعمل موتور فانكشن، ها؟ يا اندوكراين فانكشن، يا سكريتوري فانكشن. طب ويا ترى ايه السيجنفيكانس اللي انت عاوزه؟ ستارت دايجيشن، ريجوليشن او موتور فانكشن. معايا يا شباب؟ يبقى ده اسمه اللوكال انتريك مين ريفلكس، فيري فيري امبورتنت ان دايجستيف فانكشن. فين؟ في الاستومك موجود وفي الانتستين كلها موجود، اسمه لوكال انتريك مين ريفلكس. طيب من غير اللوكال انتريك ريفلكس فيه مين؟ اقول له جاي له من بره بقى مين؟ ها؟ الباساتيك، مش كده؟ وجاي له مين كمان؟ فيروس المساتك. الله ينور عليك. الفيروس المساتك بيعمل ايه في الامعاء؟ طب يزود الموتيليتي والسكريتوري فانكشن. هو مين؟ ريست اور دايجست؟ ده الفيروس المساتك نيرفس سيستم. فالفيروس المساتك هيزود السكريتوري فانكشنز، هيزود الموتور فانكشنز، ومن ثم لو حصل سيفير فيروس المساتك ستيميليشن يؤدي الى غايه، هيؤدي لمين؟ دايريا. ساعات الواحد يسمع خبر يلاقي بطنه ضربكت وعاوز يروح الحمام، ايه اللي حصل؟ الفيروس المباستيك اشتغل لان كان سيفير ايموشن، سيفير ايموشن. لكن لو مايلد او مودريت ايموشن اللي هو بنسميه الاستريس بتاعنا العادي ده يقلب الى كونستيبيشن. ليه قلب لكونستيبيشن يا شباب؟ علشان شغل مين؟ ها؟ السمباستيك نيرفس سيستم. يبقى السمباستيك ده هيشتغل بمين؟ ها؟ بالمايلد اور ها؟ مودريت استريس. الحاجه البسيطه او المتوسطه، لكن الفيروس المساتك في الريست او مين؟ السيفير ستريس اللي هو الانكسبكتد يعمل لك سيفير دايري. في الريست شغال على طول دايجيشن وسكريشن هانسون. يبقى ذيس از واتس كولد ذا نيرفس ريجوليشن. يبقى النيرفس ريجوليشن مبني على مين يا شباب؟ على ثلاث حاجات. الانتريك نيرفس سيستم بيعمل حاجه اسمها الانتريك لوكال ريفلكس يساعده السمباثيك نيرفس سيستم والفيروس سمباثيك نيرفس سيستم. ساعات يسموا الانتريك ها مين او الانتريك نيرفس سيستم بالثيرد ديفيجن اوف ذا اوتونوميك نيرفس سيستم. ساعات يسموه التقسيمه الثالثه او الجزء الثالث او البرانش الثالث من الاوتونوميك نيرفس سيستم. الانتريك نيرفس سيستم اخذتوه الديتيلز في المحاضره الاولانيه، عباره عن حاجه اسمها ماي انتريك بليكسس وصاب ميكوزال بليكسس، حاجه للسكريشن وحاجه للايه؟ حاجه للايه. طيب وماذا بعد؟ ده كله نيرفس ريجوليشن. ده كله مين؟ نيرفس ريجوليشن. امال فين الهرمون ريجوليشن؟ ده انت عندك مجموعه من الهرمون اسمها جي اي تي هرمونز. يبقى في هرمونز هتزود الموتيليتي زي مين؟ ها زي الجاسترين، زي الكوليستوكاينين، زي الانسولين، زي الثيروكسين. الثيروكسين اه لو عندك هايبرثايرويديزم في دايريا يبقى مزود الموتيليتي والسكريشن. زي الاي دي اتش، زي الاستروجين، دي كلها هرمونات تعمل سموث ماسل كونتراكشن. وعلى النقيض في حاجات تقلل او تعمل انهبيشن زي مين؟ الادرينالين، كل شويه ستريس، كل شويه ستريس في انهبيشن معايا كونستيبيشن. زي السكريتين، زي مين؟ ها المورفين، زي مين؟ البروجسترون عكس الاستروجين، الجلوكاجون عكس الانسولين. يبقى دي كلها هرمونز. يبقى نيرفس ريجوليشن اللوكال انتريك ريفلكس المين ميكانيزم اللي انا قلته من شويه ستيمولاس وريسبتورز ومش عارف مين، الاكسترنسك الفيجال ستيميليشن انكريز والسمباثيك بيديكريز. ها الاستيميليتور هنا الفي اي بي ده بتاع السكريشن، سوري انا بتكلم عن الموتيليتي. الفي اي بي ذا ميزور ستيمولاس والسكريتين والكوليستوكاينين والبروستاجلاند انهبيتورز اللي هو الادرينالين مور ادرينالين والاندوجينوس اوبين. اللي انا بتكلم عليه ده السكريشن، انا روحت لحته ثانيه في الموتور فانكشن. معايا يا شباب؟ يبقى ذيس از ذا كنترول اوف سابكاس انتريكاس مين سكريشن. نروح للجزء الاهم هو الموتور فانكشن اوف ذا سمول انتستين. يعني ساعات كده كانوا بيروحوا قبل كده في الامتحانات يقول لك ايه؟ ديسكاس ديفرنت موتيليتيز اوف ذا سمول انتستين. ايه انواع الحركه اللي ممكن تحصل في السمول انتستين؟ اول حركه سيجمنتيشن او بيسموها مين؟ الهكسن كونتراكشن. الحاجه الثانيه اسمها بريستالتيك كونتراكشن.
الحاجات التانية مشتقة من البريستالسيس. في حاجة اسمها ماس بريستالسيس يعني بريستالسيس في جزء كبير، في حاجة اسمها أنتي بريستالسيس يعني ضد البريستالتيك موفمنت، وفي حاجة أخيرة اسمها مايجريتنج مين موتور كومبلكس. These are the main four types of intestinal motility. فأول حاجة هنبدأها على طول اللي هي السيجمنتيشن كونتراكشن. السيجمنتيشن كونتراكشن عبارة عن إيه؟ Very easy، سهلة. Segmentation contraction هي the most common type. سؤال شايف اللي مسكتوه what is the most common type of intestinal motility؟ هو segmentation contraction. The segmentation contraction بيحصل أثناء digestion، بيحصل أثناء عملية الهضم. يبقى this is the most common وبيحصل أثناء digestion. ده هنا مين؟ ها؟ هنا ده الأكل موجود في الأمعاء. ده الأكل موجود على الفرز. إيه اللي يحصل؟ ده حتة من الأمعاء وموجود في الأكل. احنا عاوزين نعمل عملية digestion. digestion يعني هضم. فنعمل mix للsecretion مع الفوق. فايه اللي يحصل؟ تلاقي فيه spontaneous muscle contraction. يعني هنا تلاقي هنا حصل circular muscle contraction، circular muscle contraction، circular muscle contraction. خلاص. ايه اللي حصل؟ حصل spontaneous circular muscle contraction. لوحدها. لوحدها اللي هي مين؟ انا مقسمة الاكل الى اجزاء. مقسمة الاكل الى اجزاء. مقسمة الاكل الى اجزاء. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. عندك هنا سموث ماسل سيل، خليه ذات قدره على الانقباض الذاتي. اسمها ايه اللي ذات قدره على الانقباض الذاتي؟ بيس ميكر سيل. يبقى في بيس ميكر سيل. البيس ميكر سيل موجوده اوريدي، وكل شويه تعمل بارشال دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن، بارشال دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن، بارشال دي وري بولاريزيشن. طب ومين اللي فوق ده؟ الثريشولد. دي اسمها ايه بقى اللي تحت الثريشول؟ بيسموها بيزل الكتريكال ريزم او بيزل الكتريكال ويف. تاني في عندي في الانتستين حاجه اسمها بيس ميكر سيل ذات قدره على توليد نبضه كهربيه لوحدها. بتعمل ايه؟ بتعمل بيزل الكتريكال ريزم يعني توليد كهرباء اثناء الريزم. بس ذيس الكتريستي كان نوت ريتش مين؟ الثريشول. ما وصلتش للثريشول مفيش اكشن بوتنشال، وما فيش اكشن بوتنشال ما فيش ماسل مين؟ كونتراكشن. طب وماذا بعد؟ اول ما يجي الاكل يوم يعمل لي مين؟ ستريتش، ويطلع الجاسترين هرمون والكوليستيرول هرمون، يوم يعملوا ميكانيكال وكيميكال ستيميليشن. الميكانيكال مع الكيميكال ستيميليشن يوم يوصلني لمين يا شباب؟ الستريتشن. يوم يحصل مين؟ اكشن بوتنشال، يوم يحصل ماسل كونتراكشن. تاني عندنا في الفسيولوجي في حاجه اسمها ريستنج ممبرين بوتنشال، الجهد الكهربي اثناء الريست. في خلايا لها استابلايزد ريستنج ممبرين بوتنشال. يعني ايه؟ يعني الريست ممبرين بوتنشال بتاعها سالب، سالب 70 خلاص. لا ستيبل ريستنج ممبرين بوتنشال، مفيش منه مشكله. This cell cannot self generate action potential. ما عندهاش قدره ان تولد نبضه كهربائيه لوحدها. خلاص كل خلايا الجسم كده. في سبيشال سيلز بعض الخلايا عندها مين؟ سبونتينيوس اكشن بوتنشال، تقدر تولد جهد كهربي لوحدها. ليه؟ لان الخلايا ديت عندها الصوديوم شانل واسعه، فيبدا الصوديوم يدخل لوحده يتسرب، يحصل صوديوم ليكج يتسرب زي البيس ميكر بتاعت القلب بالظبط. لما يتسرب الصوديوم يوم يعمل سبيشال مين او بارشال دي بولاريزيشن، توصل للسالب هنا قبل الثريشول، وبعدين يوم يخرج البوتاسيوم يرجعك كما كنت. ففي بارشال دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن، بارشال دي وري. مين اللي عمل بارشال دي بولاريزيشن؟ الدخول التلقائي للصوديوم. ليه الصوديوم بيدخل لوحده؟ لان البوابات في الحته اللي هي في الخليه اهي واسعه، اوريدي واسعه، فالصوديوم يدخل لوحده يوم يعمل لي بارشال دي بولاريزيشن لغايه ما اوصل لسب ثريشولد ليفل، يوم يخرج البوتاسيوم، يبقى دخلت موجب وخرجت موجب، رجعتني للريست ميمبرين بوتاسيوم، وهكذا. ده موجود في حاجه اسمها البيس ميكر سيل. البيس ميكر سيل فين ديت البيس ميكر سيل؟ في الاس نود، وفي حاجه في الخليه اسمها الانتر، في معايا اسمها الانترستيشال سيل اوف كاجال. انترستيشال سيل اوف كاجال عندها سبونتينيوس جينيريشن للاكشن بوتنشال. لكن ريمبر مين؟
ان هذا البيزل الكتريكاريزم الون كان نوت بريديوس ماسل كونتراكشن، ما يقدرش يعمل ماسل كونتراكشن لوحده، والمهم عشان المسكول. هل البيزل الكتريكاريزم يعمل ماسل كونتراكشن الون؟ لا، ده محتاج لنيرفس باراسمباثيك، ومحتاج لكيميكال الجاسترين، ومحتاج لحاجه مهمه كمان انا قلتها، هرمونز الجاسترين والميكانيكال افكت اوف فود. الثلاثة جم امتى؟ في وجود الاكل. يبقى السيجمنتيشن كونتراكشن ايه اللي حصل؟ الاكل عمل استيميليشن، وصل البيزل الكتريكال ريزم الى الثريشول، عمل اكشن بوتنشال، عمل ماسل كونتراكشن. السؤال، وصل ازاي البيزل الكتريكال ريزم او الاكل وصلنا ازاي؟ بكم ميكانيزم يا شباب؟ ثلاثة. باراسمباثيك ستيميليشن او انتريك نيرفس سيستم ستيميليشن، جاسترين ريليز، وميكانيكال افكت اوف فود. قمت واصل هنا للثريشولد، عملت ماسل كونتراكشن. طب وماذا بعد؟ ايه اللي يحصل بعد كده؟ اقول له بعد شويه يحصل الترنيشن. يعني ايه الترنيشن؟ اللي كان ريلاكسد يبقى كونتراكتد، واللي كان كونتراكتد يبقى مين؟ ريلاكسد. اهو اللي كان عامل كونتراكشن بقى ريلاكس، واللي كان عامل ريلاكسيشن بقى كونتراكتد. انسون ده كل ده، يبقى ده اللي حصل. ان حصل الترنيشن يبقى في استنشن وسفود ادى الى سبونتينيوس سموث ماسل كونتراكشن ات ديفرنت سيجمنت، عمل ديفيجن للفود انتو ايه مالتيبل سيجمنت، فسموها سيجمنتيشن كونتراكشن. طب وبعد ذلك حصل الترنيشن، وبعد شويه يحصل مين؟ ها الترنيشن. الترنيشن كل شويه الترنيشن لغايه ما نصل ان الاكل في كلا الاحيان بيحصل ميكس وبيختلط بالدايجستيف سيستم ويحصل موفمنت او موتور فانكشن. يبقى الفانكشن بتاعتي هنا كام يا شباب؟ ها ميكس مع الفود، انكريز الابزوربشن، هيلب الدايجيشن، واخيرا الاكسكريشن او الموفمنت اوف مين اوف فود. بتبدا الريت بتاعها كام؟ الديودينام كام؟ 12. ها والجيجنم 10، والإليام كام؟ 8. السؤال، انت بدأت في الجيجنم في الديودنم عالي كام؟ 12 موفمنت بير مينيت، واخيرا في الإليام 8 موفمنت بير مينيت. ليه؟ عشان تحت تزود التايم اوف ابزوربشن فتقلل الفتره بتاعت الموتيليتي. الحاجه الثانيه ان البيس ميكر بتاعتي موجوده فين؟ في الديودنم. فبعض الموجات اللي هي البيزل الكتريكال ريزم تموت قبل ما توصل لمين؟ للتيرمينال اليم، يحصل لها ديسك فورجنج لمين؟ للتيرمينال اليم. This is the segmentation contraction. سهله ولا صعبه؟ يبقى هي مشكلتها كلها انك تكون فاهم يعني ايه البيزل الكتريكال ريزم او البيس ميكر بوتنشال او الريستنج ممبرين بوتنشال في البيس ميكر سيل اللي هي الانترستيشال سيل اوف كاجيك. يبقى ده الديسكريبشن والريت والميكانيزم. ها والفانكشن. طبعا الميكانيزم هو عباره عن مين؟ مايوجينيك، ملوش علاقه بالنيرفس كنترول. مايوجينيك ليه؟ لانه معتمد على البيزل الكتريكال ريزم، معتمد على البيزل الكتريكال ريزم، ودي الحركه الوحيده في الامعاء اللي هي مالها يا شباب؟ مايوجينيك. التانيين كلهم نيوروجينيك. لكن هنا مايوجينيك ليه؟ لانك انت معتمد على الماسلز، الماسل بتاعتك اسمها سموث ماسل كان انديوس سيلف اكشن بوتنشال بروفايدد ذات وجود الفود. عمل لي كام ستيميليشن؟ ثلاثه، سمباثيك وجاسترين وميكانيك، بتاع باراسمباثيك وجاسترين وميكانيك. يبقى فاسيليتيت دايجيشن، فاسيليتيت ابزوربشن، خلاص. ده بيشرح البيزل الكتريكال ريزم، نفس الفكره. طبعا تلزمني البيزل الكتريكال ريزم عشان الناس اللي بتدخل ايه المعادله الامريكيه او البريطانيه او الكلام ده، الحاجات دي مهمه فيها جدا. فالحق عشان كده عيب من الفسيولوجي انك خرجت وما انتش فاهم البيزل الكتريكال ريزم. هي عباره عن اوسيليتنج ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن، كانت بريديوس ماسل كونتراكشن، محتاجه فاكتور تاني، الفريكونسي بتزيد بالجاسترين ستيميليشن، كل ده مع الاكل وده مع عدم الاكل. ده البيزل الكتريكال ريزم، ريستنج ميمبرين ما بيوصلش ما بيوصلش لغايه ما يجي له مين؟ اكسسوري ستيميلاي توصلني تفوق تعمل معاها ماسل كونتراكشن. تحت لو بصيت على الميكانيكال افكت مفيش ماسل كونتراكشن، مفيش ماسل كونتراكشن. هنا لما بدات تعدي الثريشولد بدا يحصل ماسل كونتراكشن. هنا خدت سبايك واحده، طب وهنا خدت مالتيبل سبايك. كل ما السبايك بتاعت الاكشن تزيد كل ما الفورس والكونتراكشن تزيد. يبقى البيزل الكتريكال ريزم
ما بتعملش muscle contraction لوحدها. Need other factors. والسترينث بتاعه وعدد السبايك بوتنشال بتاعتها هو اللي بيديتيرمن الفورس اوف كونتراكشن. قوه البط بتاعها 1 اكشن بوتنشال ويك كونتراكشن، 3 اكشن بوتنشال سترونجر مين كونتراكشن. بس سيجمنتيشن اهو قلنا حصل ايه سيركولار ماسلز وحصل ديتيرمنيشن اللي كانت عامله كده. نروح للنوع الثاني البريستالتيك موفمنت. البريستالتيك موفمنت مالها يا شباب؟ البريستالتيك موفمنت بتحصل اثناء الاكل او بعد الاكل. البريستالتيك موفمنت بنلاقي حته الاكل ايه موجوده فين في الامعاء. هتعمل ايه حته الاكل دي؟ ولا حاجه. هتعمل حاجه اسمها لوكال انتريك ريفلكس. لوكال مين انتريك ريفلكس فاكرينه؟ ده لهم شويه. الاستيمولس مين؟ ها ميكانيكال اند كيميكال ستيميليشن اوف فود ريسبتور ميكانو وكيمو ريسبتور افرنت او افرنت وسنتر وافرنت انتريك نيرفس سيستم. الافكتور هيروح فين بقى؟ يبقى الفود عمل ستيميليشن اهو ودخلت هنا على الانتريك نيرفس سيستم هيقوم يعمل حاجه ظريفه جدا، هيعمل هنا ريلاكسيشن ويعمل هنا مين؟ كونتراكشن. فتلاقي المنظر بقى عامل كده. الاكل قدامك عشان يتدفع لقدام. يبقى تاني ها الانتريك نيرفس سيستم ده عباره عن نيوروجينيك ولا مايوجينيك ان نيتشر؟ ده انت هتقول ريفلكس اهو يبقى نيوروجينيك ان نيتشر. البريزنس اوف فود عمل استيميليشن للانتريك نيرفس سيستم عن طريق الريسبتورز والافرنت والسنتر. وصلت للافرنت قمت عامل مين؟ ريلاكسيشن ان فرونت اوف ذا بارت اوف ذا فود او بولس اوف فود وكونتراكشن بيهايند. يبقى هنا في كونتراكشن وهنا في ريلاكسيشن. السؤال من اين لك هذا؟ يعني انت بتقول افرنت عمل لك هنا ريلاكسيشن وعمل لك هنا مين؟ كونتراكشن. واحد عمل استيميليشن واحد عمل انهبيشن. من اين لك هذا يا شباب؟ الله ينور عليك شكرا. هو عباره عن الكيميكال ترانسميتر الميدياتور اللي بيطلع. في ميدياتور يطلع هنا يعمل كونتراكشن وفي ميدياتور يطلع هنا يعمل مين؟ ريلاكسيشن. استايل كولين يعمل كونتراكشن. السبستانس بي تعمل مين؟ انهبيشن. يبقى انت عملت ديفرنسز ان دي كيميكال ترانسميتر ريليز. الهدف بتاعك ايه؟ انك تعمل موفمنت اوف فود. يبقى ده البريستالتيك موفمنت. الميكانيزم لوكال انتريك ريفلكس شرحناه بالتفصيل. الفانكشن هيلب البروبرشن اوف فود بتساعد ان يبقى له لوكال انتريك ريفلكس. هنا طلعت استايل كولين او سبستانس بي في اي بي اي تي بي دي كلها بتعمل ريلاكسيشن. يبقى ده البريستالتيك. اهي نفس الفكره وجود البولس اوف فود عملت ريلاكسيشن اوف فرونت عن طريق الاي تي بي او الفي اي بي او الان او وكونتراكشن بيهايند عن طريق استايل كولين او سبستانس. البريستالتيك رش سهله جدا. يعني ايه بريستالتيك رش؟ بيسموها ماس بريستالسيس. يعني بريستالسيس انفولد لارج بارت اوف مين؟ اوف ذا جي اي تي. تحصل امتى؟ صالح هتحصل امتى يا صالح؟ تحصل لو انت عندك اوفر ديستنشن او اريتيشن. يعني واحد قاعد ياخد اكل تقيل وكل شويه ياكل ويتقل في الاكل، ايه اللي حصل؟ حصل اوفر ديستنشن للامعاء. بعد شويه تقوم تجي له ماس بريستالسيس يقوم يروح الحمام على طول، يقول لك اول ما اكل اروح الحمام على طول، ايه اللي حصل؟ حصل لك ماس بريستالسيس. يعني بريستالتيك موفمنت انفولفين لارج سيجمنت اوف ذا انتستين. السبب بتاعها مين؟ حاجه من اثنين، يا اوفر ديستنشن يا الريتيشن. ساعات يبقى الواحد وقت الاكل جديد لاول مره ما جربهاش قبل كده واول ما تنزل على الامعاء بتاعته تهرب تعمل لها ريتيشن. يبقى اول ما يخلص اكل عاوز يروح على الحمام. مش هيرتاح لما الاكل ينزل في الشارع. ليه؟ عشان الماس بريستالسيس عملت ريليف. ريليف لمين؟ للديستنشن او ريموفال للاريتيتنج سبستنس. بتشمل مين؟ الميكانيزم نيرفس. بس نيرفس شغال في كل الامعاء. يعني بتشمل سمباثيك وبارا سمباثيك وانتريك نيرفس سيستم. يبقى ديس از بريستالتيك موفمنت. سترونج رابيد بريستالتيك كونتراكشن ايفاكويت الانترنال كونتنت عشان تعمل دايريه. الانسيدنت نوت اوكير نورمالي. بتحصل امتى؟ مع الاكسسيف ديستنشن او الاريتيشن. الميكانيزم خلاص الهدف بتاعها مين؟ ريموف الديستنشن او ريليف الديستنشن وريموف الاريتيشن. في حاجه اسمها انتي بريستالسيس. يعني ايه انتي بريستالسيس؟ يعني بريستالسيس بتحصل في الاتجاه المعاكس. ده مين؟ ده الامعاء وده الاليم. هنا فين اهو انتي بريستالسيس وهنا في الترمينال اليم اللي داخله القولون انتي بريستالسيس.
يبقى انت بريستالتك موفمنت اوكي ان ذا اوبوزيت دايركشن بتحصل فين؟ يا بسيط بتحصل عند الجاستروديودنال جانكشنز، وديت لو سيفير شويه تخليك ترجع الاكل، وده اللي بيحصل جاست بيفور مين الفوميتنج، تحس انك ايه يقول لك نفسي يغمى عليا وهرجع وبتاع، بيحصل انت بريستالتك موفمنت. يبقى الانت بريستالتك موفمنت بتحصل امتى يا شباب؟ ها بتحصل امتى؟ عند مين؟ الجاسترو ديودينال جانكشن. ولو كانت سيفير هتؤدي الى فوميتنج. والمكان الطبيعي اللي بتحصل فين؟ بتحصل هنا عند الاليو كوليك جانكشنز في التيرمينال اليوم، والتقاها بمين؟ بالكوليك. الهدف بتاعها مين؟ البريستالتك ترجع الاكل تاني، ترجعها هنا ليه؟ علشان تزود التايم اوف ابسوربشن. يبقى ذيس از ذا انتي بريستالتك موفمنت. يبقى الانتي بريستالتك موفمنت ات الجاسترو ديودينال جانكشن وات الاليو كوليك جانكشن. الهدف بتاعها مين؟ يختلف عند الجاسترو ديودينال جانكشنز. امتى بتحصل؟ لو في ديودينال ديستنشن او ديودينال ريتيشن او ديودينال ارس، كل ده يؤدي الى انتي بريستالتك موفمنت. وعند التيرمينال اليوم علشان برولونج التايم اوف مين اوف ابسوربشن. مايجريتنج موتور كومبلكس بيسموها الهاوس كيبر اوف ذا انتستين. يعني ايه هاوس كيبر؟ المنظف بتاع الامعاء. بمعنى ان بتوين الدايجستيف بيريود مفيش حركه في الامعاء، مفيش اكل في الامعاء، فبعض الكولونيك بكتيريا تبدا تهاجر من تحت لفوق، عاوز اشوف الدنيا فيها فوق، فنقوم نقابلها بمين؟ بحركه مالها بريستالتك موفمنت. يبقى بريستالتك موفمنت ان بتوين الميلز، الهدف تعمل مين؟ بوشن ذا سكريشن، تنظف السكريشن القديمه، تعمل كليرنج اوت الانتستين بيفور بيفور النكست ميل. يبقى دي بتعمل بريباريشن فور ذا كومنج ميل. يبقى هي عباره عن سترونج بريستالتك موفمنت بتحصل ان بتوين الدايجستيف بيريود، الهدف تعمل كليرنج الانتستين وبريفنت المايجريشن اوف الكولونيك بكتيريا. الميكانيزم مش معروف، لكن بيقولوا ان في هرمون اسمه الموتولين هرمون هو المسؤول عنه. الموتولين هرمون هو المسؤول عنه. الهدف ريموف الدايجستيشن وتعمل بريباريشن فور ذا كومنج ميل وانتبيشن مايجريشن اوف كولونيك ميل بكتيريا. ريجوليشن احنا قلنا مين الريجوليشن؟ نيرفس وهرمونال. النيرفس نفسه كلام انتريك وسمباثاتيك وباراسمباثاتيك، دول بنشوفهم بقى في الاول اللي هو الجاسترين والسيستوباينين سكريتري مش عارف، وهنا الادرينالين حاجات عشان الام اس كيو، حاجات ده عشان الام اس كيو. مهم all of the following increase in intestinal motility except all of the following inhibit the adrenal. يبقى الحاجات المهمه، يبقى ان النيرفس كنترول على الانتريك نيرفس سيستم والاكسترنس. الفيجال هو يعمل دايريا والسمباثاتيك يعمل كونستبيشن. السمباثاتيك يعمل كونستبيشن، وممكن يعمل حاجه اسمها باراليتيك الياس. يعني ايه باراليتيك الياس؟ ساعات في بعض العمليات الجراحيه يقول لك ايه بعد الاكل او بعد الجراحه ما تاكلش الا ما تخرج ريح. مشهور قوي المصطلح ده. ليه؟ لان بعد الاكستنسيف هاندلنج بتاع البروتونيوم والانتستين ممكن حركه الامعاء تقف خالص، فما ينفعش تاكل الا لما نضمن ان الامعاء اتحركت. طب هنعرف ان الامعاء اتحركت امتى؟ لما يخرج ريح. يبقى ممنوع اي حد عامل جراحه فين؟ في بطنه ياكل الا لما يخرج ريح، علشان حاجه اسمها مين؟ باراليتيك الياس. يحصل باراليسيز للترمينال اليوم. السمباثاتيك ستيميليشن السيفير جدا ممكن يؤدي الى نفس الحاله باراليتيك مين؟ اللارج سيستم مش عاوزين منها حاجه، يعني انا شخصيا ما فيهاش. لكن تبقى عارف الفسيولوجي اللارج انتستين تمثل لك ايه؟ اللارج انتستين لها سكريتري فانكشنز ولها مين؟ سنسيتيك فانكشنز وابزوربتيف وموتور فانكشنز. هنا السكريتري فانكشن هتعمل سكريشن لمين؟ لنفس الكلام ميوكاس ووتر. ميوكاس ووتر وبايكربونات نفس الفكره، مش فارق معايا بعض الميكرايل هرمونز برضه مش فارق. سنسيتيك فانكشن هي بتبني الايه؟ الفيتامينز، مهم فيتامين كي والبي كومبلكس. يبقى تاني دي معلومه مهمه ان اللارج انتستين مسؤوله عن السنسيتيك فانكشن بتاعتها اللي هي مين يا شباب؟ الفيتامين كي ومين؟ والبي كومبلكس. ولذلك ايه اللي بيحصل لحديث الولاده؟ بياخد حقن فيتامين كاف على طول الميديا افتر ديليفري، لان لسه ما عندوش بكتيريا في الامعاء، فهي اللي مسؤوله عن تكوين مين؟ الفيتامين كي. فبتدي له بروفلاكسس اجينست مين؟ البليدنج، اجينست البليدنج.
الابزوربتيف زي ما قلت ابزوربشن اللي بعد الميه بعد الجلوكوز بعد الدبس. الموتور فانكشنز كانت ميكسنج وستورج وديفيكيشن. الطيب نفس الكلام سيبك منها خالص مش عاوز منها. هنا معلومه ظريفه بس اللي يحب يعرفها ايه هي؟ ان الحركه في المارجن انتستين تحت اعلى من فوق، في الريكتم اعلى من السيجمويد. احنا تحت الريكتم وفي السيجمويد فوق منه. فمعدل البيزل الكتريكال ريزم في الريكتم اعلى من مين؟ فتقوم تدفع دايما الفيكال ماتر لفوق، فتلاقي دايما الريكتم فاضي. الريكتم مين؟ ده مناسب علشان مين؟ علشان السبوزيتريز، علشان السبوزيتريز. الحاجه الثانيه ان طول ما الريكتم فاضي ما عندكش احساس بالحمام. يبقى الريكتم لو اتملى يديك احساس بمين؟ ديزاير فور ديفيكيشن. طب هو الريكتم دايما ملان ولا لا؟ لا فاضي دايما. ليه فاضي؟ فيستولوجيا بقى علشان مين؟ علشان ان البيزل الكتريكال ريزم تحت اعلى من فوق، فتطرد الفيكال مطر الى اعلى، فدايما يفضل الريكتم ماله فري. كونه فري هيلب السابوزيتريز ابزوربشن، والحاجه الثانيه ها جيفز ديزاير فور ديفيكيشن وين از فري. الماس بيرستالسيز اللي قلتها من شويه اللي بعد الاكل ممكن تروح الحمام، لان بيحصل حاجه اسمها جاسترو كوليك ريفلكس. جاسترو كوليك يعني فين؟ يبدا الديستنشن اوف ذا ستومك يؤدي الى حركه في مين؟ في الكور. بعد كده مش عاوزين حاجه ريجوليشن، سيبك منه خالص خالص. هنا معلومه طبيه برضه ممكن تقابلوها في الباثولوجي، هو نفس الكلام هنا. بص هنا في حاجه اسمها ميجا كول. ايه الفكره بتاعته؟ ان دايما وابدا ها الانتريك نيرفس سيستم اللي موجود تحت بيعمل انهبيشن للموتيلات. بيعمل مين؟ انهبيشن للموتيلات. يعني هنا انهبت الانتريك انهبت الكولونيك موتيلتي. ليه؟ لما بيحصل ميجا كولون عباره عن هيوج اكستنشن اوف ذا ريكتم من تحت. حصل ليه؟ لان غاب الانتريك نيرفس سيستم فحصل سيفير سبازم. تاني بص كده ده الريكتم هنا انا خلاص خلصت ده الريكتم هنا. هنا فيه مين؟ ها انتريك نيرفس سيستم. انتريك نيرفس سيستم بيعمل ايه يا شباب؟ انكبيشن. فما فيش هنا مصل سباز. لو غاب بقى الانتريك نيرفس سيستم هنا بيحصل سيفير ها مين؟ كونتراكشن. فتلاقي الكول يوسع ويكبر كده، بيسموها ميجا كول او بيسموها هيرشز برانج ديزيز. ده حاجه طبيه بس. تاني ده الكول بتاع الريكتم ماشي. المفروض في انتريك نيرفس سيستم. الانتريك نيرفس سيستم دايما وابدا استيميلاتي، بيعمل استيميليشن ما عدا مين؟ الريكتم. بيعملوا مين؟ انهبيشن. في بعض الامراض اسمها كونجينيتال ابسنس اوف الانتريك نيرفس سيستم فين؟ في الريكتم. فبدل الانهبيشن يحصل مين؟ كونتراكشن. فتلاقي الريكتم بيوسع يسموها ميجا كول. ده علاجها ايه؟ انك تقطع الحته اللي فيها السباسم. حصل سيفير سباسم نتيجه غياب الانتريك نيرفس سيستم اللي هو اساسا مين؟ خلاصه الكلام المحاضره خلاص خلصت. اللي انا عاوزه في المحاضره الموتور فانكشن اوف ذا سبوزيتوري بالاضافه الى الام سي كيو اللي فيها او في السكشن. في اي استفسار؟